حاجه يا سيدي. قوم هلا بنروح على البيت وبتتعشى وبقعد احكي لك بتجي بالبيت. هو زلمه هسه بشاياك والله قاعده ظريفه. ايه الشاي هلا؟ تعا يا ولد كفاها الله سكر بقى. طب اللي بالك شوي قليل. ابن الشام صاحب أول البصمات في المسرح القومي السوري ورائد من رواد الحركة المسرحية. عصام عباجي الممثل السوري الذي ولد في 9 من شباط من عام 1941. في عام 1960 انتهز فرصة تشريع المسرح في سوريا، فكان عصام من أوائل المندفعين إلى هذا المشروع، فكان اسمه وما زال من رواد الحركة المسرحية لكونه يعتبر حجر أساس في تأسيس المسرح القومي الأهم في سوريا حتى اليوم. في العام نفسه قام التلفزيون في سوريا لأول مرة، وكان المخرجون الذين عادوا من الدراسة في مصر يلهثون وراء قامة شبابية يتكلم صاحبها بلهجة شامية عتيقة ومميزة، فأسندت له أدوار الشر في المسلسلات التي كانت جديدة على المجتمع السوري. مرتك وينها؟ الناس بتهرب بيت أهلها. هلا عاد هلا انا بتخبى إيه؟ ومتى ما اجيت بعمل حالي حرامي إيه؟ وانت تهجم علي وتنفضني قتلي. ومن المسرح والشاشه الصغيره كانت بصمته حاضره في السينما بافلام مع دريد لحام ونهاد ورفيق سبيعي وناجي جبر وياسين بقوش وعبد اللطيف فتحي، وظهور دائم بصوره الرجل الباحث عن اسعاد الناس بالخير او بالشر. في عام 1982 توجه الى العالميه من خلال مسرح مهرجان الأمة في بلغاريا والتي حصد فيها جوائز مهمة. لمع اسمه في أعمال تلفزيونية مثل زقاق المايلة وحارة القصر، كما شارك في معظم أجزاء مسلسل مرايا بدءا من مرايا 84 وحتى 88 وحتى أحدث الأجزاء مثل عشنا وشفنا في عام 2004. لك على الحكي ليه؟ قال ضربني وبكى وسمعني واشتكى. لك هي مو فردة مشايتك هي؟ لك مشايتي ما قلت لا مشايتي، بس أنا لحشتها بزبالة من أكثر من 10 أيام. ليك شحة مهترية وما بتلبس هي شو ولا. شارك في الكثير من مسلسلات الدراما السورية مثل لك يا شام والجزء الأول من مسلسل أبو كامل والدغري وأهلا حماتي ومسلسل أحلام أبو الهنا ومسلسل عودة غوار وباب الحارة ليالي الصالحية يوميات مدير عام وعيلة 5 نجوم وغيرها الكثير. عصملي ولا عربي حكينا بهالموضوع لنشف حلقنا يا عمي. ايه شو ايه برضاي عليك يا مخلص ترحمني لانه قلبي من الحامض لاوي. من ابرز المسرحيات التي شارك بها الحياة، حلم، العنب الحامض، حرم سعادة الوزير، الملك هو الملك وغيرها. توفي في 24 من تشرين الثاني من عام 2014 عن عمر يناهز 75 عام، وذلك بعد صراع مع المرض تاركا خلفه إرثا طويلا من الأعمال المسرحية والتلفزيونية السورية. ليبقى اسم عصام عباجي اسم حاضر في أذهان الأجيال وذكراه لا تغيب عنهم.